أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. ولعنة الله على أعدائهم أجمعين إلى يوم الدين. قال الله الحكيم في محكم كتابه الكريم، بسم الله الرحمن الرحيم: إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله العلي العظيم. الكمبيوتر أكثر ملفاته ملفات معلومات، قل من ملفات الكمبيوتر ملفات إجرائية تؤثر في عمل الكمبيوتر. وهذا واضح، لكن الإنسان موجود غريب جداً. الملفات التي تحفظ في كمبيوتر الإنسان، في حافظة كمبيوتر الإنسان، في ذهن الإنسان، كلها ملفات لها تأثير في سلوك الإنسان. بأصنافها الكثيرة الكثيرة، هذه الملفات، هذه المعلومات التي تختزن في ذهن الإنسان، هذه كلها لها شيء من التأثير على سلوك الإنسان. ثم عدد هذه الملفات، هذه المعلومات التي تنتقل إلى ذهن الإنسان، عدد هائل جدا. يقال، لا أعلم هذا الشيء ثابت علميا أم لا، بعض العلماء يقولون هذا الشيء، أن الإنسان في حال اليقظة
المعلومات التي تنتقل إلى ذهنه من حواسه الخمس في كل ثانية 4,500,000 معلومة في كل ثانية. جميع الأمور التي تحيط بك تنتقل عبر حواسك إلى ذهنك. جميع الألوان تنتقل، جميع الصور تنتقل، جميع الأصوات تنتقل، الأشياء التي أنت منتبه لها والأشياء التي أنت غافل عنها، ما يحدث حولك، جميع التفاصيل تنتقل. هذا في حال اليقظة، هكذا يقال. وفي حال النوم أيضا الحواس الخمسة ترسل معلومات، ولكن العدد يقل. على ما ببالي يقولون ما يقارب من 1,000,000 معلومة في الثانية بالنسبة للإنسان في حال النوم. إن صح هذا المعنى يعني في كل يوم ما يقارب من 300,000,000,000,000 معلومة وملف تنتقل إلى ذهن الإنسان في كل يوم. هذه الملفات، هذه المعلومات أين تخزن؟ أقل من 1%، لا، أقل من 1/1,000 من هذه المعلومات تكون في وعي الإنسان. بقية هذه الملفات تختزن في لا وعيك. القضية حسبتها سهلة جدا. أنت الآن جالس في هذا المكان المقدس، جميع التفاصيل الآن تنتقل إلى ذهنك. كم من هذه التفاصيل أنت منتبه لها؟ أقل من 1/1,000. جميع الألوان التي الآن هي حولك تنتقل في كل لحظة، تنتقل بسرعة فائقة جدا، لحظة بلحظة تنتقل جميع الألوان، تنتقل جميع الأصوات التي أنت منتبه لها والتي أنت غير منتبه لها، تنتقل جميع الكلمات، تنتقل جميع الملفات، ملفات الفيديو، كل هذه التفاصيل الآن تنتقل. كم منها أنت ملتفت إليها؟ نسبة ضئيلة، أقل من 1/1,000. ولو أردت أن تصف حولك، أقل من 1/1,000 تتمكن أن تصف. بقية الأمور لا تتمكن أن تصفها أصلاً، أنت غير منتبه لها، ولكنها تخزن. أين تخزن؟ تخزن في خلفية الذهن، في اللاوعي. وذلك المخزون الضخم الكبير الهائل، ذلك المخزون الذي في كل يوم، إن صح هذا المعنى، ما يقارب من 300,000,000,000 ملف في كل يوم تخزن فيه. ذلك المخزون يصبح قوة ضاغطة توجهك شئت أم أبيت. من هنا يكون قناعتك تكون شيء وفعلك يكون شيء آخر، خلاف صريح قناعتك. امرأة كانت تمدح زوجها، كانت تقول إنه إنسان متدين، لا ينظر إلى النساء المتبرجات السافرات. ثم بعد لعله دقيقة أو دقيقتين أو أقل من ذلك قالت، طبعا هي جاءت إلي بحجاب
مراعاة لي. ثم قالت بعد أن مدحت زوجها بأنه متدين وأنه لا ينظر إلى النساء غير المحجبات السافرات، ثم قالت أنا غير محجبة. يعني ماذا هذا التناقض؟ هي تمدح زوجها بهذا المدح، يعني تعرف أن الذي لا ينظر إلى النساء غير المحجبات هذه صفة حسنة فيه، وهي تمدح زوجها بذلك. يعني تدرك جيدا أن السفور، أن خلع الحجاب شيء سيء، مع ذلك هي قالت أنا غير محجبة. تناقض، تناقض عملي في مقام العمل، تناقض. بعض النساء يقولن لا السفور شيء حسن. إذا كان السفور شيء حسن لا تمدح زوجها بأنه لا ينظر إلى السافرات، فهي تدرك أن السفور شيء سيء، ولكن في نفس الوقت تخالف قناعتها في مقام العمل. تناقض، تناقض عملي. لماذا هذا التناقض العملي؟ هذه المرأة امرأة غير عاقلة؟ لا، هي عاقلة في كامل قواها العقلية. إذن لماذا تخالف قناعتها الصريحة؟ ذلك المخزون الذي اختزن فيه مليارات من الصور والأفلام والكلمات التي سمعتها، ملفات صوتية، ملفات فيديو، ألوان، أشياء مختلفة، كل ذلك اختزن. ذاك يحركها، تفهم أنه شيء غلط، أحيانا تصرح، مع ذلك تفعل ذلك. من هنا نعرف الحل لهذه المشكلة، مشكلة التناقض العملي. هذه المشكلة لماذا حدثت؟ لوجود مخزون. كلامي ليس عن الوقاية، ولكن ألخص الوقاية كلها في كلمتين وأمر. الكلمة الأولى، تريد أن لا تقع في هذه التناقضات العملية، اعمل شيئين. الشيء الأول، تعرض للإيجابيات. الشيء الثاني، تجنب السلبيات. مخزونك يصبح مخزونا سالما، لا تقع في تناقضات. والروايات الشريفة في باب الوقاية، في باب التربية المسبقة لللاوعي، روايات بالمئات ليست بالعشرات في أهمية هذه الوقاية، في كيفية هذه الوقاية، في شروط هذه الوقاية. أمر على ذلك. كلامنا ليس عن الوقاية، كلامنا عن العلاج. في الأسبوع الماضي بعد صلاة العصر، عدد من المؤمنين الكرام سأل مني هذا السؤال: أنت طرحت في الأسبوع الماضي المشكلة، ما هو الحل؟ الآن أريد الوقاية. الآن نحن وقعنا في هذه المشكلة. نحن يعني من؟ يعني 80% من البشر، قد يكون العدد أكثر من ذلك، قد يكون العدد 90% من البشر هم الذين يخالفون قناعاتهم، إما في الأمور العادية أو في الأمور المهمة، بعضهم في الأمور العادية ولكن يخالف قناعاته، هذه مشكلة. ماذا نصنع؟ الآن نحن وقعنا. لا تتكلم عن الوقاية. الوقاية إن شاء الله في تربية أبنائنا، طبعا الوقاية حتى لأنفسنا في مستقبلنا، ولكن هذا شيء مستقبلي. الآن نحن نريد العلاج. أنا الآن أريد علاجا لهذه المشكلة، هذه المشكلة التي تبدأ من الأمور العادية الشخصية. مثلنا لذلك في الأسبوع الماضي بالتدخين مثلا، القضايا العادية، إلى الأمور المهمة وهي الأخلاقيات.
كم شخصا تعرفون أنه يمدح صفة حسنة ولكنه يخالف هذه الصفة الحسنة؟ كم شخصا تعرفون أنه يمدح الشجاعة وهو جبان؟ كم شخصا تعرفون أنه يمدح جود فلان من الناس وهو بخيل؟ تناقضات في الأخلاقيات إلى أمور أعظم من الأخلاقيات وهي الواجبات والمحرمات. يعرف أن الشيء الفلاني حرام وهو مغموم من أنه يرتكب هذا الحرام ولكنه يرتكب. يعرف أن الشيء الفلاني واجب وهو يترك الواجب ويحز في نفسه، يعني ليس شخص غير مقتنع، لا مقتنع، مع ذلك يخالف قناعاته. وإلى أعظم من ذلك القضايا المرتبطة بالعقيدة. يعرف الطريق الصحيح ولكنه يخالف، يمشي في طريق باطل وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم، عنده يقين مع ذلك يجحد. لماذا هذا يجحد؟ كل هذه لمشكلة في اللاوعي. ما هو العلاج الآن؟ هذا الشخص واقع في هذه المشكلة، إما في القضايا العادية أو في القضايا الخطيرة. الآن ماذا يصنع؟ دققوا في هذه العبارة، إحدى أقوى الطرق لعلاج مشاكل اللاوعي ومنها التناقض العملي، إحدى أقوى الطرق وإحدى أنفذ الطرق وإحدى أسرع الطرق لعلاج هذه المشاكل هو العواطف. من الخطأ بمكان أنك تريد أن تعالج لاوعيك بالمنطق، هذا خطأ. أنت ابن المنطق بناء، اجعله أرضية. المنطق يكون في الوعي، في عقلك الواعي، أما تريد أن تغير لاوعيك بالمنطق خطأ. غير لاوعيك بالعواطف، العواطف المبتنية على المنطق طبعا. يعني إذا لم تكن هناك معلومات صحيحة لا تتمكن أن تنطلق منها، ولكن كأرضية ابن منطقا، أدلة، استدلالات قوية عقلية، هذا بناء. ثم من هنا انطلق بالعاطفة، غير لاوعيك. عندك مشكلة في لاوعيك، ابحث عن صدمة نفسية. اللاوعي لا يتغير بالمنطق، لا يتغير بالمعلومات. أنت تعرف، أكثر الناس يعرفون ويخالفون مع الأمور التي يعرفونها. ابحث عن صدمة، حاول أن تجد شيئا يثير، يهيج عواطفك، تهيج العواطف، إثارة العواطف، تحريك العواطف هي التي تغير لاوعيك. أذكر لكم بعض الأمثلة في الأمور العادية وفي الأمور المهمة. نبدأ من الأمور العادية، ما دام مثلنا بمثال التدخين نقف عند هذا المثال. قضية لعلها مشهورة، شخص كان مولعا بالتدخين بشكل استثنائي، تعلمون هذه تحصل عنده عادة، هذه الحالة تولد عادة في نفس الشخص، كلما تمضي الأيام يتشبث بهذه العادة أكثر،
مرة أخذ سجارة يريد أن يولعها، قال له صديقه: ما كنت أظنك بهذه الدرجة من الضعف، ما كنت أظنك أن تكون بدرجة من الضعف تغلبك سجارة. السجارة تكون هذا الشيء الصغير يكون أقوى منك ويتسلط عليك وأنت تكون عبدا له. لعل هذا الشخص كان يعرف آلاف المعلومات عن مضار السجارة مثلا، ما أثرت فيه، هذه الكلمة أثرت فيه، حركته من الداخل، عواطفه تحركت. أنا أضعف من السجارة؟ ما هي السجارة؟ كسرها، ألقاها. لا بأس، الآن تمكن. بعد ساعة شوق شديد للتدخين، أخرج سجارة، أراد أن يدخن، تذكر الكلمة، قال: لا، أنا أقوى منها. كسرها، ألقاها. بعد ساعتين الشوق وصل حده، الكلمة لا زالت في ذهنه تدوي، لا يتمكن أن ينسى هذه الكلمة. أخرج سجارة: أنت أقوى مني؟ لا، أنا أقوى منك. كسرها، ألقاها. وهكذا فورا تمكن أن يترك التدخين بأي شيء، بكلمة هيجت عواطفه، حركت عواطفه. الكلمة هذه ليست معلومة علمية دقيقة، كلمة، تلك المعلومات صاغها صديقه بهذه الصياغة المؤثرة في نفسه المهيجة لعواطفه، ترك. هذا في القضايا العادية. تعال إلى قضايا مهمة، عصيان الله عز وجل، العياذ بالله. القضايا في هذا المجال كثيرة. حديث مشهور، لعلكم سمعتم هذا الحديث أكثر من مرة، شخص عاصي العياذ بالله جاء للإمام سيد الشهداء أبي عبد الله الحسين ابن علي عليه صلوات الله وصلوات المصلين، وقال له: أنا رجل عاص ولا أصبر عن المعصية، فعظني بموعظة. هي هذه الكلمة تكشف وجود هذا التناقض العملي في نفسه، يعني يعرف أن العصيان شيء سيء، إذا ما كان يعرف ما كان يأتي للإمام الحسين يطلب منه المعصية، يطلب منه الموعظة عفوا. فقال له الإمام سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام، قال له عبارة قلبته، ترك المعصية، يعرف كثيرا من الأشياء ولكن صياغة نفس تلك الأشياء التي كان يعرفها بصياغة خاصة مؤثرة في قلبه مهيج لعواطفه. قال له الإمام أبو عبد الله سيد الشهداء عليه الصلاة والسلام: افعل خمسة أشياء وأذنب ما شئت. أنا الإمام الحسين أقول لك أذنب، ولكن افعل خمسة أشياء. فأول ذلك: لا تأكل رزق الله وأذنب ما شئت. تريد أن ترتكب الذنب، ارتكب الذنوب، ولكن تأكل رزق الله عز وجل وتذنب تعصي الله عز وجل؟ أنت تعيش على رزق الله عز وجل، بدون هذا الرزق تموت وتعصي الله عز وجل؟ غير صحيح، معادلة غير صحيحة. والثاني: أخرج من ولاية الله وأذنب ما شئت. جالس أنت في ولاية الله، أنت في بيت صديقك، لا تعصي صديقك،
مع أن صديقك ليس إلا بشر عادي حالها حالك. والثالث اطلب موضعا لا يراك الله وأذنب ما شئت. والرابع إذا جاء ملك الموت لقبض روحك فادفعه عن نفسك وأذنب ما شئت. انتبه، هذه الدرجة من الضعف لا تتمكن أن تبعد الموت، تدفع الموت عن نفسك تذنب. والخامس إذا أدخلك مالك في النار فلا تدخل في النار وأذنب ما شئت. هذه المعلومات كان يعرفها الرجل، ولكن هذه الصياغة هيجته، أثارت عواطفه، ترك. في بعد أعظم من ذلك، بعد العقيدة، المشكلة الكبرى، كثير من المنحرفين عن الجادة يعرفون الجادة الصحيحة ولكنهم يبقون منحرفين عن الجادة، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. أبو سفيان كان يعرف رسول الله صلى الله عليه وآله لعله أحسن مني ومنك، كان يعرف أن النبي صلى الله عليه وآله على حق أحسن مني ومنك، نحن ما رأينا رسول الله صلى الله عليه وآله، هم عاشوا مع رسول الله من قرب، رأوا نزاهته بأم أعينهم، رأوا أنه كتلة من النظافة، مستحيل أن يكذب جزء كذبة، 40 سنة ما وجدوا منه كذبة صغيرة واحدة، يعرفونه، جحدوا بها واستيقنتها أنفسهم. في كل العصور هذا الشيء موجود. أحد المراجع الكبار أدام الله ظله على رؤوسنا كان يقول، جاء إليه رجل دين، كان ذلك الشخص رجل الدين منحرفا عن طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام. ذلك الرجل يذكر قصته لهذا المرجع، وأنا سمعت القضية من هذا المرجع. كان يقول رجل الدين ذاك، أنني في فترة سنوات كنت أبحث في كتبنا في كتب الشيعة، إلى أن توصلت إلى يقين بصحة طريق أهل البيت عليهم الصلاة والسلام، أدلة واضحة، الكلام متفق عليه في كتبنا في كتبكم، الأدلة ليست دليل واحد، ليس دليلين، لا، أدلة كثيرة، وصلت إلى قناعة، ولكني ما كنت أتمكن أن أغير لفترة طويلة. أنا في هذه الحالة كلما أقرأ أكثر يقيني بهذه الطريقة يشتد، مع ذلك أنا لازلت باقيا على ذلك الطريق. أين المشكلة؟ في اللاوعي. المشكلة أنني ما كنت أتمكن أن أقنع نفسي رغم وجود الأدلة، أن أقنع نفسي بانحراف فلان وفلان من الناس، هذا الشيء الذي كنت لا أتمكن أن أقنع نفسي به كأدلة، أدلة مقنعة، ولكن أقبل هذا الشيء أبدا لا أتمكن. ممكن يعني هؤلاء كبار القديسين عندي، إلى أن حضرت في ليلة من الليالي مجلسا
الواعظ ذكر الموت، تأثرت كثيرا، تذكرت أنك أيضا تموت والموت يأتي بغتة. إذا مت أمام الله عز وجل يقول لك أين كنت تسير؟ لا أعرف. الأدلة تقول هذا الطريق، ولكن عملي أنا في هذا الطريق، لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء. أين يكون مصيري؟ الأدلة واضحة تبين أن مصيري إلى النار حسب الأدلة التي رأيتها في كتب الفريقين. في تلك الليلة بقيت مضطربا اضطرابا شديدا جدا، لا أتمكن أن أكل، لا أتمكن أن أتكلم مع شخص، لا أتمكن أن أنام. في منتصف الليل، بعد منتصف الليل نامت، يعني أهلي ناموا، ذهبت صليت لله عز وجل ركعتين، وبكيت في الصلاة بكاء شديدا، ثم بحثت فأقسمت على الله عز وجل بأحب الخلق إليه رسول الله. أن يريني الطريق الصحيح، أن يأخذ بي إلى الطريق الصحيح. أواخر الليل نامت عيناي فترة قصيرة، فرأيت في عالم الرؤيا، المعلومات كلها موجودة حاضرة، المشكلة ليست في الأدلة، الأدلة موجودة، الشخص كان يحتاج إلى شيء يهيج عواطفه، كان يحتاج إلى رؤية، كان يحتاج إلى كلمة، كان يحتاج إلى موقف مؤلم، موقف عاطفي. فرأيت في عالم الرؤيا الشيء الذي كنت قد قرأت عنه، رأيت أن هناك رجلا نورانيا وعنده امرأة نورانية، فجاء رجل غليظ قبيح المنظر، ألقى الحبل في رقبة ذلك الرجل النوراني وصار يجره، وهناك رجل آخر قبيح المنظر يشجع هذا الظالم، وتلك المرأة تركض خلفهم وهي تنادي واغوثاه. المنظر كان مؤلما جدا. في عالم الرؤيا سألت ما هذا المنظر، من هؤلاء؟ قالوا هذا المظلوم النوراني هو أمير المؤمنين. وتلك التي تعدو خلفهم وتنادي وغوثا هي فاطمة الزهراء. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجه. وأولئك فلان وفلان. خلص استيقظت من الرؤيا، من المنام. القضية أنا أعرفها وقد قرأتها، ولكن هذا المنظر في عالم الرؤيا كان هو الذي هداني. خلص قمت فورا سجدت لله عز وجل، قلت إلهي الرسالة وصلت، عرفت. ثم في أول فرصة، لعله على ما أتذكر، قال في أول جمعة، كان هو إمام مسجد في منطقة معينة، في أول جمعة لعله قال صعدت المنبر في المسجد أعلنت القضية وذكرت التفصيل، وأنا على هذا الطريق من الآن. طبعا حاربوني، القضية مفصلة لا علي بها. كان يحتاج إلى لقطة في عالم الرؤيا. من هنا نعرف قيمة بيان مظلومية سيدة نساء العالمين. لا يكون أننا نترك هذه الأشياء الغاية في الأهمية، هذه الأشياء التي هي التي تهدي، نتركها لأجل هذه الكلمة وتلك الكلمة.
من هنا نعرف قيمة الشعائر الحسينية المقدسة. الشعائر الحسينية ماذا تصنع؟ الشعائر الحسينية تهيج العواطف. قضية الإمام الحسين أساسا تهيج العواطف. قضية الإمام الحسين تعمل أين؟ تعمل على عواطف الإنسان. والشيء الجيد الممتاز المميز في الشعائر الحسينية أنها عواطف واقعية. كل الناس يعرفون أنها عواطف واقعية. الإمام الحسين قتل، قتل بتلك الصورة المفجعة. الإمام الحسين من هو؟ ذلك القديس، حتى عند غير المسلمين. يعني عواطف قمة، لا توجد ثغرة صغيرة. كل الشعائر الحسينية تثير العواطف، تعمل على لاوعيك. المعلومات إذا كانت مرتبة اللاواعي يحتاج إلى تغيير. لو بحثت عن المستبصرين، أنا على يقين بأن جميع الذين اهتدوا إلى طريق أهل البيت جزء مهم من هدايتكم من هدايتهم كانت شعيرة من الشعائر الحسينية. رأوا شعيرة، سمعوا شيئا، عواطف. عالمهم فهم جيدا حيث قال: اقتلوا كربلاء. لماذا اقتلوا كربلاء؟ لأن كربلاء تنسف تلك الحواجز الضخمة التي بناها خطبهم، إعلامهم، مساجدهم، شخصياتهم، أحزابهم. بنوا حواجز، حواجز نفسية. هذا الشخص لا يتمكن أن يتقبل، هناك حواجز ضخمة موجودة في خلفية ذهنه لا يتمكن أن يغير. ما الذي ينسف هذه الحواجز؟ كربلاء. كربلاء تنسف تلك الحواجز، تلعب دورا كبيرا ودور واقعي حقيقي، عواطف حقيقية، لا توجد أي كذبة في هذه العواطف، عواطف واقعية تلعب دورا في اللاوعي، تنسف كل جهودهم. ولذا يخافون من كربلاء. الناس يذهبون إلى الملاهي عادي، ولكن إذا ذهب الناس إلى كربلاء يمنعون، يغضبون، يكتبون، يصرخون. يعرفون القضية أين. الشعائر الحسينية هكذا تحارب. لماذا؟ يعرفون القضية، هذه التي تغير. المعلومات جيدة، بناء، ولكن الذي يغير الشعائر الحسينية. يرى شخصا يبكي، لماذا تبكي أنت؟ أبكي على الإمام الحسين، ما القضية؟ بداية الهداية، أو النقطة التي بها يهتدي الشخص. ألخص كلامي، وكلامي ليس فقط عن الشعائر الحسينية المقدسة، لا، كلامي عام في جملة واحدة. تريد أن تتسلط، أن تتحكم في وعيك؟ القضية سهلة، اقرأ كتب تتمكن، تعلم معلومات تتمكن. ولكن تريد أن تتسلط على لاوعيك، على خلفية ذهنك، ابحث عن نقطة عاطفية، عن قضايا عاطفية مناسبة لمشكلتك. المشكلة أين؟ ابحث عن نقطة عاطفية مرتبطة بهذه المشكلة، العلاج هنا. نسأل الله سبحانه وتعالى بحق محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج مهدي آل محمد. اللهم لا تفرق بيننا وبين محمد وآله طرفة عين أبدا. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
خطوة عظيمة في طريق طويل، الإنجاز أولا والوصول إلى مستوى التحدي ثانيا والتفوق ثالثا.